السلام عليكم. تحركات إقليمية ودولية على الصعيد السياسي والدبلوماسي وتصريحات تزامنت مع التطور الملحوظ للعمليات العسكرية التي أصبحت في العمق الحساس لصنعاء وفي البوابة الشرقية تحديدا. فقد وجهت المملكة العربية السعودية دعوة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا في اليمن. وبالتزامن دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ مساء أمس الجمعة حول الأزمة الإنسانية في اليمن، إلا أن الملفت بهذه الدعوة هو أنها جاءت بطلب من روسيا كما قال دبلوماسيون. وتشير المصادر أن روسيا دعت إلى إجراء مشاورات بين أعضاء المجلس 15 لمناقشة ما أسمته بالقلق حول نقص الإمدادات الذي يهدد بوقف كل عمليات الإغاثة في الأيام الماضية حسب قولها. بالمقابل أيضا يأتي نفي اللجنة الطبية العليا في تعز حول ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عن دخول 20 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، ورد منظمة الصحة العالمية على النفي أنها سلمتها بموجب سندات مكتب الصحة الخاضع لسلطة الميليشيا. حول التحركات الدولية والإقليمية وما ورد على لسان منظمة الصحة العالمية ستكون محاور حديثنا للمساء اليمني، فأهلا بكم. نذهب لمشاهدة هذا التقرير. كمن يسمع جعجعة ولا يرى طحنا، هذا هو لسان حال أبناء تعز المدينة المحاصرة بالميليشيا ويوميات الحرب، بل وما هو أبعد من ذلك. فما أعلنته منظمة الصحة العالمية عن دخول 20 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى تعز قوبل بنفي المتحدث باسم اللجنة الطبية العليا بالمدينة الذي أكد أن الكمية المعلنة عنها لم تدخل إلى مدينة تعز. تصريح أعقبه آخر يمضي في ذات السياق، حيث نفى المتحدث أيضا دخول 3000 سلة غذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي إلى المدينة المحاصرة. معركة من نوع آخر تحملها التصاريح المتضاربة التي أصبحت تحمل في مضمونها اتهامات لبعض ممثلي المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وهو ما بات يشكل قناعة لدى الشارع اليمني والموقف الرسمي أيضا. ففي مطلع يناير الماضي طلبت الخارجية اليمنية من ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مغادرة الأراضي اليمنية، وأنه أصبح شخصا غير مرغوب فيه بسبب مواقفه غير الحيادية. وربما لسبب أو لآخر تأتي دعوة الرياض لممثلي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، وذلك بحجة حماية موظفيها، وليس ببعيد عن الأوضاع الإنسانية في اليمن التي تشهد تدهورا غير مسبوق جراء استمرار الحرب التي تجاوزت العام. الأزمة الإنسانية في اليمن كانت عنوان دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ مساء الجمعة الماضية، وبحسب الدبلوماسيين فإن الجلسة المزمع عقدها تأتي بدعوة من موسكو لإجراء مشاورات بين أعضاء المجلس 15 حول ما وصف بالقلق من نقص الإمدادات الذي يهدد بوقف كل عمليات الإغاثة في اليمن. تعود الدبلوماسية الروسية من باب المخاوف الإغاثية إلى واجهة الأزمة اليمنية عن طريق الوضع الإنساني، إلا أنه بحسب مراقبين أن روسيا لها من ذلك مآرب أخرى. إذن مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا في هذه الحلقة عبر سكايب دكتور محمد عسكر الباحث السياسي وعضو مؤتمر الرياض، ومن هنا من الرياض أيضا عبر الهاتف سيكون معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سليمان العقيلي، ومن تعز الدكتور عبد الرحيم السامي عضو لجنة الإغاثة بتعز، ومن سويسرا الصحفي نبيل الأسيدي. فأهلا بكم وبهم. بداية معك دكتور محمد عسكر، مساء الخير. أهلا وسهلا. دكتور محمد، تابعت التحركات الإقليمية والتصريحات الأخيرة أيضا فيما يخص اليمن، ما هو تعليقك عليها؟ أعتقد أولا دعيني أشكركم على هذه الفرصة من خلال قناتكم الإفريقية العزيزة، وكل تحية لكل مشاهديكم الكرام. أعتقد أنه بعد أن وصلت طلائع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على القوات الشرقية والشمالية في مدينة صنعاء، وبعد أن أصبح الناصر قاب قوسين أو أدنى، بدأت هناك تحركات مريبة من بعض القوى الدولية التي تسعى إلى الترمة
على الملف اليمني ومقرراته في ملفات اخرى في المنطقه. في تقدير هذا التحرك يهدف الى ثلاثه امور. الهدف الاول له هو وقف اي تحركات على الارض الاطفال للمقاومه والتأسيس الوطني والتحرك نحو العاصمه. الهدف الثاني هو شل حركه التحالف العربي الذي ظهر كقوه اكستريميه قلبت الكثير من الحسابات واصبح للعرب ذراع عسكري يستطيعون فيه حسم الملفات وليس فقط التاثير عليها. الهدف الثالث في تقديري هو ان تستعيد هذه القوى الدوليه اهتمام المبادره بعد ان تحول الملف اليمني بيد الشعب العرب وعلى راسهم المملكه العربيه السعوديه. هل نفهم من كلامك دكتور محمد ان الدور العربي هو الاهم بالنسبه لليمن؟ معلش ثاني مره السؤال. يعني هل نفهم من حديثك ان الدور العربي هو الاهم بالنسبه لليمن؟ بكل تاكيد اثبتت التجارب الدوليه وخصوصا في منطقتنا في الشرق الاوسط ان الدور الدولي لم يحكم اي ملف على الاطلاق خلال الفتره السابقه. بينما نجد ان التحرك الاقليمي واضح المعالم له اهداف محدده وهو عوده الشرعيه وهو ما تحقق ولو جزئيا حتى الان واستعاده المؤسسات الدوله وتسليم السلاح بحسب مقتضيات قرار 22/16 الصادر من الامم المتحده. وبالتالي التحالف العربي لا زال يملك الاراده والعزيمه لتحقيق القرار وتنفيذه على ارض الواقع وبناء يمن امن ومستقر لاصدقائه ولابنائه. اما الدور الدولي للاسف حتى الان يسعى دائما الى فتح ملفات وعدم اغلاقها واللعب على ذلك ولدينا امثله صارخه. لدينا النموذج السوري الذي يمتد الان لبضع سنوات اكثر من خمس سنوات حتى الان. وكذلك النموذج الليبي وغيره لم يحسم الدور الدولي بسبب تصارع المصالح وبسبب تعارض الاجندات الدوليه في المنطقه. كل دوله يعني قوه دوليه تسعى لفرض ارادتها بينما نجد ان الدور الاقليمي دائما مرحب به لانه من نفس البيئه الاجتماعيه والحضاريه للمنطقه وبالتالي يسعى بدرجه اساسيه الى حفظ كيان الدول حتى لا يتم العطف بها وتهديد السلم والامن الاقليمي والدولي. نعم. طيب ينضم الينا الان اذا اتابع معك دكتور دكتور محمد. يعني لو لاحظنا ان معظم التصريحات التي متعلقه بالمساله الدبلوماسيه تاتي حول الاغاثه الانسانيه وحول المنظمات والمعونات ايضا، كيف تقيم دور او السلوك الدبلوماسي تجاه المساله الانسانيه؟ خلال الثلاثة عقود الأخيرة استعمل الملف الإنساني كذريعة للتدخل وانتهاك سيادة الدول الأخرى. نجد أنه في غزلاته استعمل هذا المدرب وأصبح نوعا من العرف الدولي أنه يتوق بذلك التدخل لأسباب إنسانية في الشؤون الداخلية للدول. الدور الدولي بعد أن تم تحييده خلال الفترة السابقة من خلال القرار 22/16 واصبح الملف اليمني بيد الشرعيه وبيد التحالف يعني بيد ابناء المنطقه وابناء البلد. نجد انهم الان يريدون تحريف ورقه الانسانيه من اجل كما اسلفت سابقا تحريف الثلاث اهداف السابقه وهو شامل القدره والاراده التي يملكها التحالف لتحقيق نصر حاسم وناجز على الارض. بدون هذا الفصل في تقديري لا يمكن لليمن ان يتعافى، سيظل اليمن ذلك الرجل المريض الذي يشكل عبئا على ابنائه وعلى جيرانه. مطلوب الان ان يتم انجاز نصر حاسم على هذه الميليشيات الانقلابيه وتقديم المجرمين للعداله. وبعد ذلك سنجد اننا حققنا شيئا ملموسا لابناء الشعب اليمني. وحققنا يعني كل ما يتطلع له الانسان اليمني. المهم حتى في ظل هذه ظروف الحرب في ظل ظروف الحرب المهم هو
إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة نواحي اليمن. يعني كما أسرفتم في تقريركم، المساعدات التي سلمت اليوم أو البارحة إلى سعيد سلمت إلى مكتب الصحة الذي هو تحت إشرافه. نعم، سنعود لهذه النقطة دكتور محمد حتى يعني لا نستبقها. أعود إليك إلى دعوة المملكة العربية السعودية للأمم المتحدة وكذلك لمنظمات الإغاثة أن تبتعد أو تغادر المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي. ما هي أبعد هذه الدعوة من وجهة نظرك؟ في تقديري أن التحالف حينما أرسل هذه الرسالة وهي لا تطالب المنظمة الدولية بمغادرة اليمن كما بعض المواقع نشرت، بل بالعكس هو يسعى لحماية المدنيين وحماية موظفي الأمم المتحدة من خلال ابتعادهم عن القواعد العسكرية التي من الممكن أن تكون أهدافا عسكرية محتملة. أعتقد هذه الرسالة في هذا التوقيت تشير بوضوح إلى أن مؤشرات حسم المعركة باتت وشيكة وأصبحت النصر أعتقد في متناول اليد، ولذلك مطلوب من الموظفين الدوليين الابتعاد عن مناطق الاشتباك حتى لا يصاب أحدهم بأي أذى. نعم، إذن ابقى معنا دكتور محمد، ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي نبيل الأسيدي من سويسرا. مساء الخير أستاذ نبيل. أستاذ نبيل هل تسمعني؟ مساء الخير أستاذ نبيل. يبدو أن الاتصال قد سقط. أعود إليك دكتور محمد. دكتور محمد، يعني كنت تتحدث عن أنه على هذه المنظمات الإغاثة الابتعاد عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين حتى لا يعني يتعرضوا لأي أذى. لو يعني هناك من يتساءل أن هل هذه الدعوة الدبلوماسية تعتقد أنها ذات بعد متعلق بالمتغيرات على الأرض، خاصة وأنها أتت مع اقتراب تحرير صنعاء؟ طبعا علينا الرجوع قليلا. نجد أن صنعاء العاصمة التي فيها تقريبا 90% من المنظمات الانسانيه العامله في اليمن، هناك موظفون دوليون يدفعون يعني بامتياز مختلفه خارجيه، وبالتالي مساله حمايه الموظفين الدوليين وكذلك حمايه المدنيين هو هدف انساني بامتياز. واعتقد ان التحالف حينما يسعى لتحريض المدنيين وابعاد الموظفين الدوليين عن مناطق الاستباك وبذلك يحقق نصر انساني واخلاقي في نفس الوقت. المطلوب الان اعتقد في هذه المرحله هو من الميليشيات اما انها تقوم كما قام يعني اخطاب وقيادات الجيش النازي والجيش الفاسي بتسليم انفسهم لقوات الشرعية والتحالف، أو أن يحيدوا على الأقل المناطق الآمنة والسكنية كصنعاء المدينة التاريخية التي تعد تراثا إنسانيا، عليهم أن يحيدوها عن مناطق الاشتباك، ألا يضعوا فيها أسلحة ويخزنوا فيها أسلحة وبعض الأسلحة المتوسطة والثقيلة. عليهم قدر المستطاع. كيف يمكن ذلك دكتور محمد؟ يعني إذا كان المدنيين يعني متشابكين مع وجود هذه الميليشيا أو الميليشيا موجودة في كل مكان في صنعاء، كيف يمكن تجنيب المدنيين؟ ولما تأتي الدعوة فقط للمنظمات الأجنبية ولا يتم الحديث عن المدنيين من اليمنيين برأيك؟ لأنه التحالف لا يستطيع الحديث مع الخصم الذي لديه الآن والذي مسيطر على أرض الواقع وهو الميليشيات والرئيس المخلوع، هو يستطيع التخاصم مع الجهات التي ليس لها علاقة بموضوع الحرب أو موضوع الاشتباك العسكري. بالتالي هم من مصلحتهم الحفاظ عن حياتهم وعن أنفسهم. أمر ثاني، ويعني إذا عدنا للتاريخ قليلا نجد أنه في أوروبا في الحرب العالمية الأولى وكذلك الثانية تم تحييد المدن التاريخية وعواصم الدول المهمة من الاشتباكات العسكرية، واتفق طرفي النزاع في حينها على تحييد هذه المدن، وأن من يحسم المناطق التي على تقوم هذه المدن يتم تسليم المدينة المكتظة بالسكان أو التي تحمل إرثا إنسانيا
للإنسانية يتم تحييدها ويتم تسليمها فيما بعد للمنتصر على السخون. أتوقع أتمنى أن يتم تحقيق هذا الأمر. صنعاء هي لكل اليمنيين، صنعاء عاصمة تاريخية تحمل تراثا إنسانيا مكتظة ببشر كثير يرفع عن 2 مليون. بالتالي أي استماتة أو أي انتحار على شوارع صنعاء سيكون المتضرر الأول والأكبر هم المدنيين. نعم، إذا عاد إلينا الأستاذ نبيل يشاركنا هذا الحوار. دكتور محمد ابقى معنا. مساء الخير أستاذ نبيل أسيدي. مساء النور والعافية. أستاذ نبيل، يعني لو تحدثنا عن التحركات الإقليمية والدولية الأخيرة، ما هي قراءتك لها؟ بالطبع أصبح واضحا أن مجريات الأمور من الناحية العسكرية في محيط العاصمة تصير لصالح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الكثير من الجبهات. حتى في تعز أمس انتصارات وفي منطقة الحصيب كانت متميزة، بالتالي فإن دخول صنعاء أصبح مسألة وقت. هذه الأمور كل المجريات على أرض الواقع جاءت التغييرات الميدانية لتعيد حسابات الكثير من الجهات الإقليمية والدولية، التي من بينها الدعوة الأخيرة لمجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ بطلب من روسيا. المعروف أن دور روسيا مشبوه في المنطقة وفي اليمن بالتحديد. هذه الدعوة الروسية ما هي إلا محاولة لإنقاذ ميليشيات المخلوع والحوثيين، خاصة بعد أن باتت الطلائع الجيش الوطني على بوابة صنعاء الشرقية. بالتالي فإن روسيا تحاول إنقاذ حلفائها الذين تحاول معاقبهم واحدا تلو الآخر يعني. طيب أستاذ نبيل، إذا ما عدنا قليلا إلى القرار 22/16، أليس من الأجدى أن تكون التحركات الدولية بهذا الخصوص؟ روسيا الآن هي تحاول الالتفاف على هذا القرار، لكن كان التصريح لمجلس الأمن اليوم كان تصريحا واضحا أن المناقشات التي ستكون في يوم الثلاثاء ما هي إلا لبحث القضايا الإنسانية، بينما روسيا تحاول أن تطرح هذه الضريعة الإنسانية كما يقول مندوبها في مجلس الأمن بأنه للوصول إلى حل سياسي لاحقا. أحب أن أؤكد أن الميليشيات الآن ليس أمامها سوى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 22/16. طيب هذا يعني الحل الوحيد لتجنيب اليمن نعم. والعاصمة ومزيد من إغراق الدماء والجنوح إلى السلم والعودة إلى طاولة الحوار. طيب هناك من يتساءل أستاذ نبيل عن أنه لماذا روسيا صمتت دهرا ونطقت الآن بدعوة إلى اجتماع بخصوص الإغاثة، وهي تعلم يعني أن الميليشيا ربما هي المتسبب الأبرز لمأساة اليمنيين وأيضا للحصار الذي يطبق على مدينة تعز بالذات. لم يعد أصلا الأمر خافيا على أحد أن روسيا تضع ثقلها الكبير في الضغط عن هذه الميليشيات يعني، واصبح واضحا دورها السلبي في محافظه تعز، دورها السلبي في كثير من القضايا الانسانيه. متى ظهرت روسيا نصيرا لحقوق الانسان؟ هذا الامر مستبعد تماما. الجماعه ايضا اصبحت تعترف ان بقاء سلطه امر واقع لم يعد مجديا، لذلك فانها تشهد حاله ارتباك من بينها محاوله الضغط عبر روسيا ل وصول إلى حلول أخرى التي كانوا يرفضونها في السابق. كان اللقاء أيضا الذي مع نائب رئيس الجمهورية الأستاذ خالد بحاح كان واضحا في لقائه السفير الروسي بالرياض اليوم، وحيث أبدى استعداده لحضور أي الحكومة لأي لقاء تشاوري تحت مظلة الأمم المتحدة. الحكومة اليمنية متمسكة بهذا الأمر بما يخدم استقرار الوضع في اليمن. وأيضا أكد نائب الرئيس أن العملية العسكرية ضد الميليشيات الانقلابية تأتي في إطار الحلول لاستعادة الدولة، وهذا هو ما لدى الحكومة ولن يكون هناك شيء آخر. نعم، طيب بعد هذا الموقف من روسيا برأيك أستاذ نبيل، هل ستستمد الميليشيا من هذا الموقف قوة وتحاول أن تعيد ترتيب أولوياتها حسب هذا الرأي من روسيا؟ الميليشيات هي تعرف جيدا أن محاولات الروسية ما هي إلا محاولات الرمق الأخير طبعا، والمجتمع الدولي أيضا ليس روسيا فقط، هناك الكثير من الدول الكل مطلع على ما يحدث في اليمن، وبالتالي كل المحاولات الروسية ستبوء بالفشل. هذا أمر واضح جدا. الآن في جماعة الحوثي أيضا تشهد حالة ارتباك مخاوف كثيرة في صفوفها، من بينها ما ظهر في منشور
لحسن زيد عندما قال انه سقرر الهجره الى صعده واعتزال العمل السياسي والتفرغ للعباده، لانه يعرف انه سيقع تحت طائله المساءله جراء تحريضه الدائم على استخدام المعتقلين ومخالفي الميليشيات في وضعهم في مواقع تتعرض للقصف ومن بينهم الصحفيين. هذه جريمه لن ينساها المجتمع الدولي ابدا. نعم، طيب سيد نبيل، إذا ما ذهبنا إلى دعوة المملكة العربية السعودية للمنظمات الدولية بالابتعاد عن مناطق الميليشيا، كيف تقرأها أنت؟ الأمر هنا يصبح واضحا، هي نوع من التجهيز للمعركة الأخيرة. دائما عندما تحاصر المدن القانون الدولي يلزم كافة الأطراف بحماية الهيئات والبعثات الدبلوماسية وأيضا بالمنظمات الدولية. السعودية تعرف جيدا أن الأمر بات قاب قوسين أو أدنى، وهي أيضا حريصة أيضا على حفظ الدماء وعدم إراقة المزيد من الدماء في هذا الجانب. نحن نتمنى أن يكون الوضع مثل ما حدث في 21 سبتمبر عندما دخلت الميليشيات إلى العاصمة. كانت قوات الجيش وكانت قوات المقاومة جاهزة للرد، ولكنها ارتأت أن تميل إلى السلم وأن تنسحب حتى لا يراق في هذه العاصمة الكثير من الدماء. نعرف أن العاصمة ستكون كارثة إذا وقع فيها الحرب، وأتمنى أن يعود الحوثيون أو الميليشيات إلى رشدهم وألا يرتكبوا هذه الجريمة في حق صنعاء وفي حق اليمن. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل الأسيدي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من سويسرا. عودة إليك دكتور محمد. دكتور محمد، يعني تحدثنا عن مع الأستاذ نبيل عن دعوة روسيا لمجلس الأمن لعمل جلسة، هناك من يرى أنها لم تكن ذات بعد سياسي كما يقول دبلوماسيين، وإنما المسألة لمناقشة المسألة الإغاثية كما نصت الدعوة. هل يعني تتفق مع هذا الرأي؟ والله يعني دعونا ننظر الى حيثيات هذه الدعوه. ايهما اولى، ان تدعو روسيا لعقد جلسه لمشاورات مجلس الامن لبحث الملف الانساني في حمص وحلب ام الوضع الانساني في صنعاء واليمن؟ حلب التي شرد منها تقريبا دبل سكانها، حمص التي اتبع النظام وكذلك الطيران الروسي في سياسة الأرض المحروقة. أعتقد أن الملف الإنساني السوري أصبح فضيحة دولية، أصبح اللاجئين السوريون يتقاطرون على أوروبا وعلى مختلف أنحاء الدنيا. هذا الملف الإنساني أعتقد أنه في هذا القرن حتى الآن لا يوجد أكبر من هذا الملف الإنساني السوري. نجد انه اكثر من ثلث الشعب او نصفه يغادر اراضيه ومساكنه ومنازله بسبب صراع داخلي وحرب اهليه وبطش نظام ودعم دولي كبير لضرب السكان الامنين. بينما نجد في اليمن لا يتعدى اعتقد اللاجئين في اليمن في بدايه الحرب عن بضع مئات من الاشخاص، ولا يوجد حاله رجوع ولا يوجد وضع انساني أو مجاعة إنسانية كما هو حاصل في حلب وفي حمص وفي مناطق سوريا المختلفة. وبالتالي أعتقد أن الدواعي الإنسانية للطرف ألا يتم تقاطعها وإقحامها في الأجندات السياسية ومصالح الدول. إذا أردنا حقيقة تحقيق الصالح الإنساني العام وتحقيق الأمن الإنساني لكل إنسان بغض النظر عن عنصره ودولته أو مصالح الدول تجاهه. طيب هل يمكن لنا القول دكتور محمد أن القرار 22/16 أصبح هو السقف الأعلى لمجلس الأمن؟ قرار مجلس الأمن 22/16 هو جاء وفق يعني ظروف معينة فضاء التحالف والشرعية اليمنية، إقناع العالم أن هؤلاء متمردون وهؤلاء انقلابيون، ولم يجدوا هؤلاء الانقلابيين بالرغم من سيطرتهم على ارض الواقع وامتدادهم على كثير من مناطق الساحه اليمنيه، لم يجدوا ولا دوله واحده تعترف بشرعيه هذا الانقلاب. نذكر ان روسيا الاتحاديه رفضت تماما شرعنه الانقلاب رسميا، وان كان لديها بعض الجهود على الارض مع الانقلابيين او في
الكوارث السياسية في بعض العواصم. إنما في نهاية المطاف نجد أن الشرعية فقط موصلة بفخامة الرئيس عبد الله منصور والحكومة اليمنية برئاسة نائب الرئيس ورئيس الوزراء الحق هي فقط الجهة الرسمية التي تمثل الشعب اليمني أمام العالم. هذه واحدة. الأمر الثاني أن تحالف الفصائل من خلال قيادة المملكة العربية السعودية انتزاع هذا القرار الذي أعتقد أنه سيعيد الأمور إلى نصابها في اليمن وسيجعل عجلة التغيير تذهب إلى الأمام لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحقيق حلم الدولة اليمنية الاتحادية المنسوبة. نعم، إذا اسمح لنا دكتور محمد أن نذهب لهذا الفاصل ونعود لاستكمال حوارنا في المساء اليمني. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبد الرحيم السامعي عضو لجنة الإغاثة بتعز من تعز. مساء الخير دكتور عبد الرحيم. دكتور عبد الرحيم تسمعوني؟ دكتور عبد الرحيم هل أنت معي؟ يبدو أن الاتصال سقط، سنحاول معاودة الاتصال بك دكتور عبد الرحيم. عودة إليك دكتور محمد. دكتور محمد، هناك من يطرح أن دور المجتمع الدولي بشأن اليمن هو الأقل تأثيرا من الدور الإقليمي ربما نتيجة للموقع اليمن الحساس، ما رأيك؟ الحقيقة أنه دور الإقليمي والدولي حصل نوع من تبادل الأهمية من فترة إلى أخرى. نجد أنه بعد اندلاع ثورة فبراير 2011 كان للدور الدولي الصوت الأعلى بداية الأمر، ثم التقاط الأمر والملف اليمني الإقليمي من خلال المبادرة الخليجية، ثم عاد مرة أخرى من خلال الدور الذي قام به المبعوث السابق للأمم المتحدة الأستاذ جمال بن عمر. استطاع تقييم هذا الدور الدولي وسحب كثير من أوراق الملف اليمني لصالح التدوير الدولي، ونجد أن سفراء الدول العشر كان لهم تأثير كبير على مجمل المشهد السياسي اليمني. لكن بعد أن وصل الحال إلى 21 سبتمبر واقتحام العاصمة من قبل الميليشيات واحتصار رئيس الجمهورية ممثل الشعب اليمني المنتخب، وكذلك حصار أعضاء الحكومة ورئيسها، كل ذلك جعل الإقليم أن يعيد أن يقوم بالمبادرة ثانية ويستعيد الملف اليمني، لأنه وجد أن الدور الدولي كما أسلف لا يسعى لحل الملفات في الدول الوطنية العربية، وإنما يسعى غالبا إلى فتح هذه الملفات وتمديد حالة الإشكال فيها. على سبيل المثال نجد العراق واضح المعالم منذ 2003 لم يجد أي عافية. نجد الوضع في سوريا كما أسرت بضع سنوات، كذلك الوضع في ليبيا. ولذلك حينما تدخل الإقليم في اليمن كان تدخلا موقفا بطلب من الشرعية التي تمثل الشعب اليمني، ثم هب أغلب أبناء الشعب اليمني مقاومين لهذه الميليشيات، وإن شاء الله كادوا أن يحققوا هذا النصر. على سبيل المثال إذا عرجنا قليلا إلى بعض الملفات الإقليمية، نجد أن بعض داعش الذي يستثمر دوليا من قبل كثير من دول العالم، حينما قامت المملكة العربية السعودية و يعني أقرت ووافقت على إرسال قوات ودعت إلى إرسال قوات لها إلى سوريا برية، بعد ساعات جاء التحرك الروسي وهو ما في مجلس الأمن، وهو ما يشير بكل وضوح إلى أن هذه الدعوة ليست دعوة إنسانية وإنما دعوة مشبوهة تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن في الملفات الإقليمية. أيضا ملف داعش نجد أن يعني لمدة سنتين لم يستطع العالم أن يحسم هذا الملف، بينما في تقديري إذا سلم الملف داعش كما سلم الملف اليمني الذي أوشك على الإنجاز، إذا سلم الملف داعش إلى القيادة التحالف العربي والإسلامي في تقديري لن يستمر الامر سوى بضعه شهور وتتحقق نتائج ايجابيه تؤدي
النتيجة النهائية إلى تحقيق أمن وسلام العالم أجمع. طيب دكتور، يعني إذا ما تحدثنا عن دور المجتمع الدولي بخصوص المساعدة الإنسانية، فعلا يعني روسيا دعت لهذه الجلسة للحديث عن الوضع الإنساني، ولكن نجد كثير من المنظمات التي تعمل على الأرض أو في الميدان، ربما يعني بعض منها يسلم المعونات لطرف الميليشيا، والبعض الآخر يدعي بأنه تم تسليم هذه المعونات ويقوم بعمل تقارير خاطئة وتشوش على المجتمع الدولي، ما رأيك؟ إذا عدنا إلى حقيقة الوضع الإنساني سنجد الآتي: منذ 10 أشهر هنالك حرب في اليمن وهناك ضربات جوية، المسؤول عن إيصال الحرب أو إيصال البلد إلى حافة الحرب معروف لدى الجميع، وهي الميليشيات التي انقلبت على الشرعية وعلى الإجماع الوطني المتمثل في مخرجات الحوار. ما هو دور الحكومة اليمنية ودور التحالف في مسألة مساعدة، يعني دفع المساعدات الإنسانية وتقديمها لليمنيين؟ إذا رجعنا إلى إحصائية الأمم المتحدة وإلى منظماتها العاملة في اليمن كصندوق الغذاء العالمي وغيره، سنجد أن يعني التكلفة النسبة الأكبر من المساعدات المقدمة للشعب اليمني هي مقدمة من التحالف، وتقوم بالإشراف وترتيبها الحكومة اليمنية الشرعية. وبالتالي فإن هذه الدول، يعني مثلا روسيا، منذ 10 أشهر وحتى الآن نريد أن نعرف حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها لليمن مقارنة مثلا بالمملكة العربية السعودية. طيب الدكتور محمد، عند هذه النقطة، يعني هل ما قدمته دول التحالف يعني بذلك الحجم المتوقع أو بذلك الشكل المطلوب؟ بما يعني لا تنسى أن اليمن بلد فقير في الأصل، وبلد كان اقتصاده على يعني حافة هاوية من الانهيار، ما حدث أثناء الحرب ربما أدى إلى تسارع يعني أو إلى سقوط أسرع مما كان متوقع عليه، فبالتالي كان يتوقع أيضا حجم مساعدة أكبر مما هو الواقع حاليا، ما رأيك؟ في الحقيقة صحيح، اليمن كما هو معروف وكما تشير الإحصاءات الدولية أنه من أكثر بلدان الشرق الأوسط، ويعني يعتبر من أقل الدول نموا على مستوى العالم، نسبة الفقر تقريبا كانت تزيد قبل الحرب عن 60%. الآن بكل تأكيد أن الفقر قد ازداد وارتفع، وأن الحاجة للمساعدات الإنسانية أكثر بكثير. وبالتالي اليمن يدعو والحكومة اليمنية تدعو صباح مساء لكل دول العالم أن تساهم في دعم الوضع اليمني الإنساني وتقديم المعونات ولو بشكل. نعم. طيب اسمح لنا دكتور، يعني عند الحديث عن هذه المعونات أن ننتقل للميدان. يحدثنا من هناك الدكتور عبد الرحيم السامعي، هو الأقرب للحديث عن هذا الموضوع، هو عضو لجنة الإغاثة بتعز. مساء الخير دكتور عبد الرحيم. نعم اسمعك جيدا. طيب دكتور عبد الرحيم، يعني هناك بيان او يعني نفي لمنظمات الصحه العالميه بخصوص المساعدات الطبيه، ردا على النفي الذي قمتم به حول الاغاث المواد الاغاثيه التي تم تسليمها للسلطه في التي بيد الميليشيا، ما هي قراءتكم لذلك الرد؟ والله اذا اصدرت منظمه الصحه العالميه بيان نفي لما نفينا في خصوص ادخال 20 طن من المساعدات الطبيه، فليوضحوا لنا اين وضعوا هذه المساعدات الطبيه. نحن نعيش داخل هذه المدينه المحاصره منذ 10 اشهر، نحن يوميا في مستشفى الجمهوري ومستشفى الثوره والحكمه والروضه وفي كل المستشفيات وفي كل الازقه والشوارع التي تقصف بشكل يومي وبشكل منظم وبشكل عشوائي ايضا. نعم، هي تقول انها سلمتها دكتور، من هو الشخص الذي استلمها؟ هي تقول انها سلمتها بموجب سندات من مكتب الصحه في تعز. تمام، هذا كلام جيد وهذا ممتاز الكلام. مكتب الصحه في تعز لا يوجد على الميدان على الاطلاق، مدير عام مكتب الصحه ترك عمله داخل
داخل المدينة المحاصرة منذ شهور ولا يتواجد، والمكتب مغلق تماما ولا يتواجد على الإطلاق داخل مكتب الصحة، فهذا شيء جيد. هل وضحت لنا دكتور إذا يعني ما هي ملابسات الفكرة؟ نعم، هل وضحت لنا الفكرة أكثر، يعني كيف أن مكتب الصحة لا علاقة له بالميدان؟ اشرحها أكثر لنا وللمشاهدين أيضا. لا، هو التوضيح من قبل منظمة الصحة العالمية بأنها سلمته إلى مكتب الصحة، هذا الأمر أصبح واضحا الآن، يعني أن منظمة الصحة العالمية قد سلمت هذه المواد خارج المدينة، خارج مدينة سعد المحاصرة، خارج الثلاث المديريات التي هي مديريات صالة والقاهرة والمظفر، لأن مدير عام مكتب الصحة ومكتب الصحة مغلق، مدير عام مكتب الصحة لا يتواجد داخل المدينة، هو خارج مدينة سعد منذ شهور، هذا يعني أن هذه المواد قد سلمت خارج المدينة ولم تدخل المدينة ولم يستفيد منها دكان بيد من المكتب دكتور عبد الرحيم؟ 350 ألف ساكن داخل هذه المدينة لم يستفيد من هذه المواد. إذا الآن الصورة أصبحت واضحة، يعني أن منظمة الصحة العالمية سلمت هذه المواد لمن لا يستحق ولم تصل إلى مدينة سعد على الإطلاق، فالأمر واضح الآن. نعم، يعني هل هذه المعونات الطبية من خلال كلامك يعني سلمت لجانب لا يستحقه، هل هو طرف الميليشيا؟ لا، أنا لا أستطيع أن أؤكد هذا. نعم، أنها سلمت إلى طرف الميليشيا. أنا أستطيع أن أؤكد أن مكتب الصحة داخل المدينة المحاصرة مغلق تماما، ومدير عام مكتب الصحة لا يتواجد أيا كانت الأسباب، هذا زميل وأنا أعرفه تماما الدكتور حسن العزي، لا يتواجد داخل المدينة ومكتب الصحة مغلق تماما. فإذا كان البيان من منظمة الصحة العالمية أنها سلمت هذه المواد 20 طن من المواد الطبية والمستلزمات الجراحية إلى المدينة المحاصرة لمدير عام مكتب الصحة، فإنما مدير عام مكتب الصحة لا يتواجد داخل المدينة. لا أستطيع أن أؤكد وأنفي أنها بيد الميليشيات، لكن ما أستطيع أن أقوله وأنا متأكد ومسؤول عن كلامي أن هذه المواد لم تدخل المدينة المحاصرة، ولم نستلم شيئا لا في اللجنة الطبية العليا ولا في مكتب الصحة ولا في المستشفيات المعنية والمذكورة في بيان منظمة الصحة العالمية على الإطلاق. نعم، ربما دكتور هذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن يعني دخول معونات ولم يعني يحدث ذلك فعليا، كيف تستطيعون مواجهة هذه المسألة؟ يعني الوضع حرج للغاية داخل المدينة المحاصرة، المعونات تنفد يوما بعد آخر، وهناك أحاديث عن دخولها بشكل سلس إلى المدينة، ربما يعني لا نستطيع، هناك يعني من يوصفها بأنها مغالطات من قبل المنظمات العاملة على الأرض، كيف تراها أنت؟ دعني أقول لك بصراحة أن هذه المنظمات تعمل في وضع معقد للغاية وتتعرض لضغوط شديدة جدا من قبل الميليشيات، لا تستطيع إدخال أي مواد إلى داخل المدينة. اليوم بالكاد منظمات الصليب الأحمر الدولي أدخلت 3 طن من المواد الطبية والجراحية إلى مدينة سعد بعد مناقشات ومحادثات واتصالات، يعني طابت لمدة 5 أشهر، وعلما بأن هذه المواد لم تغير ولن تغير من الوضع المتصحر داخل هذه المستشفيات شيء، هذه قطرة في بحر المستشفى. أنا من قبل ساعات عدت من المستشفى الجمهوري، هذا المستشفى مظلم تماما، لا توجد فيه ولا 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 شمعة كهرباء واحدة، لا يوجد فيه ماء، لا يوجد فيه كهرباء، لا يوجد فيه مواد، لا يوجد فيه أدوية. الوضع المتصحر الذي تعيشه المستشفيات داخل المدينة لا فيها 3 أطنان من المواد الطبية أو المواد الجراحية، لكن هذه الميليشيات تريد أن تحدث إرباكا معلوماتيا وإرباكا إعلاميا لدى المنظمات الدولية ولدى والمجتمع الدولي والمحلي بأن هذه المواد تدخل بسلاسة إلى داخل المدينة، بينما لا تدخل ولم نتلقى شيئا، وكلما دخل نصرح به. على سبيل المثال كما قلت اليوم منظمة الصليب الأحمر الدولية أدخلت 3 أطنان من المواد الطبية، برنامج الغذاء العالمي أدخل 3000 سلة غذائية لمديرية القاهرة بعد أن كان قد أدخل 3000 سلة في يوم 21 يناير. ما يدخل إلى داخل المدينة نقوله بكل صراحة وبكل شفافية، أما ما هو في حالة تدليس والكذب والخداع وإرباك معلوماتي وإعلامي للمجتمع المحلي والدولي فإننا نكذبه في حينه. ما يخص منظمة الصحة العالمية والعشرين الطن من الأدوية التي يتحدثون عنها دخلت داخل المدينة، نحن نقول أنه لم يدخل شيئا حتى وضحت هذه اللحظة، الصورة ومن لديه إثبات بذلك. نعم.
وضحت الصورة دكتور عبد الرحيم، يعني ربما لا يدخل إلى تعز إلا الفتات كما تحدثت. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحيم السامعي، عضو لجنة الإغاثة بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك دكتور محمد، يعني كيف تفسر هذه يعني التناقضات في طرح المعلومات؟ يعني تؤكد منظمة الصحة العالمية أنها سلمت 20 طن لمكتب الصحة، الدكتور عبد الرحيم السامعي من الميدان يتحدث ويؤكد بأن مكتب الصحة مغلق منذ أشهر وبأن مدير مكتب الصحة خارج مدينة تعز. في الحقيقة أنا أعرف أن الإعلام يبحث دائما عن الثقة وثقة كبيرة وبعض يعني في هذا الأشياء بعض الأمور، إنما عليك الحقيقة الآن يعني نمثل أن المنظمات الدولية تعمل وفق معايير شفافية عالية للغاية ووفق معايير هي إنسانية بدرجة أساسية. أنا أثني على كلام الأخ السامي من الميدان الذي يقول علينا ان نقول الارقام الحقيقيه التي وصلت، هناك بعض الشحنات تصل وحينها لا تصل، المنظمات الدوليه تدعي انها وصلت. الحجم الاحتياج الانساني في تعز، نعلم ان تعز يعني نسمها ما يرضي عن 4 مليون نسمه، الحجم كبير للغايه، الاشياء طبعا تحاصرها. ادخال بعض المؤسسات وبعض المشاهدات لا يثني ولا يشني من جوه، مطلوب تفعيل اكثر لدور المنظمات الدوليه. الامر الثاني يعني نجد ان احد اسباب الازمه الانسانيه والوضع الانساني الكارثي في اليمن هو استمرار عمليه الحرب. لذلك بعض القوى الدوليه حينما تستثمر الملف الانساني يعني الغايه شيء ظاهريا لكن في باطنها يخالفها ويعارضها، هي تدعي ان تسعى لتخفيف المعاناه الانسانيه. بالعكس انا اجد ان عدم حسم المساله في اليمن واعاده الامور الى نصابها هو يشن في تمديد الازمه اليمنيه انسانيا لفترات طويله، وبالتالي تكون استنزاف لليمن وللاقليم ولكثير من دول العالم. المطلوب الان ايجاد ممرات امن لايصال المساعدات الدوليه لكافه انحاء اليمن. لا يختلف في ذلك صعدة عن تعز او عن عدن او عن الضالع. كل مناطق اليمن يجب ان تصلها المساعدات بدون اي تمييز. فقط الحاجه هي التي تدعو لحجم هذه المساعدات ان تصل الى مكان معين او الى منطقه معينه. نعم. اختي العزيزه، أنا أجد أنه من المناسب جدا الثناء ودعم جهود المنظمات الدولية التي تعمل في ظل ظروف خطيرة وخطيرة للغاية. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد عسكر الباحث السياسي وعضو مؤتمر الرياض، كنت معنا عبر سكايب من الرياض. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم في هذه الحلقة من المساء اليمني، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.